رجعنا لكم مرة تانية ولسه مكملين معاكم حلقتنا. وصلنا دلوقتي فقرة 2-1. معنا ومنورنا واحد من أهم نجوم الجمباز في تاريخ اللعبة في مصر والنادي الأهلي، لعيب من طراز خاص، فاز بخمس ذهبيات وفضية في بطولة إفريقيا للجمباز، شارك في أولمبياد طوكيو اللي فاتت، ومرشح بقوة للتأهل في أولمبياد باريس اللي جاية بإذن الله. تعالوا نشوف مين معانا ونرجع تاني. زي ما شفنا معانا ومنورنا الكابتن عمر العربي نجم الأهلي ومنتخب مصر للجمباز، أهلا بيك يا كابتن. ازيك يا الأخبار؟ منورنا. ربنا يخليك بنور نوركم. يعني انت النهارده كده يبقى ليك تقريبا سنه واربع شهور في النادي الاهلي. عايز اعرف البدايه كانت جت ازاي، انضمامك للنادي الاهلي وايه اللي حققته في السنه دي، ملخص كده السنه. البدايه ابتدت ان كان كابتن بيدربني في المنتخب، كان مسؤول هناك في النادي الاهلي، ودكتور محمد فؤاد المدير الفني، كابتن كريم المدرب العام الحالي اللي موجود، الناس كلنا الجمباز كله يعرف بعضه، فالناس تعرفني كويس، كانوا بيمروني في المنتخب قبل كده. قالوا لي داخل فتره جديده، تحديات جديده، دنيا جديده، ليفل جديد، ايه رايك انك تيجي الاهلي؟ طبعا حاجه ما حصلتش قبل كده في الجمباز ان انا اروح امضي باسم نادي اهلي او احترف، تبقى حاجه كده مميزة يعني في السي في بتاعي. فطبعا لقيت فرصة كويسة فروحت النادي الأهلي. السنة دي لعبت بطولتين جمهورية، الاتنين الحمد لله جبنا أول فريق، الاتنين جبنا ميداليات فردية كتير، تقريبا أعلى نادي جايب ميداليات في البطولتين الحمد لله، غير البطولات اللي ملهاش علاقة بالنوادي بقى ليها علاقة بالمنتخب وأنا في نادي الأهلي. بس في تمكن كده هو. لا عمر انا شفته وحضرت له كذا مره. جيتي ساعه التاهل برضه. ايوه ساعه البطوله المؤهله حضرتني. عمر انت بدات جمباز وانت عندك 6 سنين، ده سن صغير قوي ان الطفل يلتزم، الطفل في الوقت ده عايز يلعب ويتبسط. انا عايزك تكلمني عن المرحله دي. بصي هو اصلا انا كده متاخر كمان، يعني في ناس بتبتدي من 4 سنين من بدري، 3 شويه كمان، لكن الموضوع كله هو الطفل بيبقى عنده باور، ف يعني انا كمان كنت طفل شقي شويه، فانه كان افضل حاجه ان اطلع الباور بتاعي ده بشكل ايجابي هو كان الجمباز. بصراحه هو رياضه عموما، بس هو الجمباز بشكل خاص، لان هو الجمباز بيهد خالص يعني. وقت تمرين كتير كمان، هو عايز شويه يديك فلكسبيليتي وبعدين شويه يعتمد على باور، فكذا حاجه، فانت بتبقى خلاص بقى تخلص كل اللي عندك، عايز باور راح، عايز فلكسبيليتي راح، عايز شقاوه كله راح. فلا ده كانت فتره بالنسبه لي كويسه جدا، كمان كان بياخد وقت كتير قوي من يومي، فانا مش ما فيش حاجه ضايقه يعني، ما فيش حاجه وحشه بضيع فيها وقتي. هو جمباز دراسه وخلاص وكده خلصت بالظبط. جمباز تحديدا كويسة. يعني غير اي رياضه تانية كمان بيبقى ليها مواصفات تانية مختلفه. ايه بقى صفات لعيب الجمباز الشاطر؟ لا يعني الحاجه اللي متفق عليها انك لازم جسمك شويه يبقى شبه الهرم. أيوة. بس مقلوب، ان هو انت تبقى كتافك من فوق اعرض من فوق من تحت. من تحت كمان شويه ايدك تبقى طويله، تبقى قصير، ده في ناس طويله وكويسه جدا في الجمباز وابطال، بس القصيرين بيبقوا اكتر بكتير، مميزين اكتر، عشان في اجازه بتاعت المدرسه. لا في البلد العكس، الطوال ده بيجيب بجد. اوكي طب مرونه بقى، فلكسبيليتي، الحاجات دي اكيد طبعا. اكيد ده بيبقى عذاب على كبر، بس وانت صغير بيبقى موضوع سهل. انت عارف ان انا وانا صغير كنت عايز العب جمباز بجد، كنت بقعد بلاقي نفسي بقى بعرف اجيب رجلي هنا واعمل هنا، بس ما حدش ساعدني في القصه. بس هو الفني في البنات بصراحه انا مرمطه يعني، هو بجد متعب قوي. ما اكيد ما كنتش هبقى بطله يعني، كان ممكن العب شويه كده. ليه كده بتحبسي نفسك يعني؟ خلاص لسه ما جربناش. لا بس الموضوع صعب بصراحه يعني، اصاباته كمان شويه لا قدر الله ممكن من اقل حاجه يعني، ممكن ابقى انا رايح مثلا مش نايم كويس وقع الاقي نفسي اتصبت. بس والاصابات في كتيره وحشه وسهله يعني، احنا بالنسبه لنا الخلع والكسور والحاجات دي عادي كده. هتقعد تحكي لنا على كل الاصابات وارجع اكمل. هتحكي لنا على الاصابات كلها. نروح ليومك. انت يومك بيبتدي ازاي من الاول كده، احكي لنا عن اليوم الاول. يعني يوم الطبيعي ببتدي بتمرين الصبح الساعه 10، بدايه تمرين، بنزل التراك اجري، بعدين جيم، وبعدين بروح على صاله الجمباز اعمل فتنس.
ليه علاقه بالجمباز وبالاجهزه، وبعدين بخلص الكلام ده كله الساعه 12 تقريبا. برجع افضل قاعد شويه، انزل اتغدى الساعه 1 او 2، انام اصحى الساعه 6، عندي التمرين في الجمباز الثقيله بقى اللي هي فيها الحركات وفيها البهدله كلها، وبخلصها الساعه 10 وخلاص كده اليوم خلص. والله ايه ده ما بيخرجش احلى ايوه احيانا بيبقى في خروجات بالليل يعني اليوم اللي بيبقى زي يوم الجمعه ده مثلا بيبقى فيه تمرينه واحده بس، ممكن نخلص ونخرج كلنا مع بعض ناكل بره ونرجع تاني بس حلو قوي. ربنا كرمك والله. اه طبعا والله لسه احلى موفر فلوس والله احلى حاجه. لا 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 بيعمل حاجه مفيده جدا. صح. طيب انت احنا بنتكلم على الاصابات، ان الاصابات بتبقى خطيره جدا. انت تعرضت للاصابات كانت جامده قوي، احكي لنا عنها. كتير. بدايتها اكتر اصابتين كانوا يعني شويه صعبين بالنسبه لي، ده كسرت وانا صغير 12 سنه تقريبا. لفت على جهاز العقلة فاتكسرت، وهي اصابه رجليا. اصابه رجليا دي اللي عملت فيها عمليه، قعدت فيها سنه كامله مش بتمرن. كانت ايه؟ كان الاول شرخ اجهادي عادي، اصابه طبيعيه، بس بشكل ما اتعالجت منه غلط، فالموضوع كبر شويه. انا والناس ما بقناش عارفين في ايه في رجليا دي، ده كده بشكل ما مش عارفين ان هو المفروض ده شرخ. بعدين حصل تكلسات فالموضوع بقى صعب شويه. يعني في مره اصابه الدكتور قال لك انت مش هتقدر تلعب تاني هو مثلا، او خوفك كده؟ هي بتاعت اصابه الرجل دي. دخلت لكذا دكتور كمان، كل واحد يعني بيقول كلام مختلف عن التاني وعمليه مختلفه عن التانيه، لغايه ما اتفقنا على عمليه معينه ودخلت عملتها. رجعت الدكتور طبعا عشان نفسيتي، فقال لي لا 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 انت شهرين والدنيا تبقى تمام. فكيت الجبس بعد شهر ونص. رحت عشان أأهل، أو شهرين تقريبا رحت عشان أأهل. دكاترة انت هتعرف تجري ازاي؟ مش عارف مين جاله الإصابة دي وبطل، مين جاله الإصابة دي وحصل له ايه، مش هتعرف تجري. فالموضوع ابتدى يبقى كله في دماغي، مش هرجع خلاص مش هرجع خلاص. الموضوع كان صعب قوي بصراحة، لأن أنا الجمباز تقريبا أخد كل وقتي، وده حلم أنا بحلمه أنا ومامتي من زمان، بالذات إن هو كان قبل سنة التأهيل على طول. بس يعني بحلم بحلم انا ومامتي ان انا اروح الاولمبياد، وخلاص كانت قريبة بشكل ما، وبعدين هوب انت مش هترجع تشتغل جمباز تاني. فالموضوع كان شوية صعب. بس قعدت 6 شهور تقريبا في البيت، في شوية اكتئاب كده ومش عارف ايه وزعل. لقيت ست شهور في البيت ما بتمرنش خالص. يعني لقيت مامتي الصراحة كانت في ظهري جامد، الاتحاد كان في ظهري جامد. يعني في ناس انا يعني الموضوع كان اللي هو احنا خلاص عملنا عمليه وقمت بالسلامه خلاص كده شغلتنا خلصت، لا الناس كانت في ظهري جامد، مدربيني كانوا في ظهري جامد، الجهاز الفني الناس كانت في ظهري جامد، اللي هو احنا عيله. فابتديت اخد تاني بوزيتيف انرجي، يلا هنرجع. نزلت عملت تاهيل انا والمدرب بتاعي ورجعت زي الفل الحمد لله على السلامه. الفتره دي بقى هي اكيد مش بسهوله الجمل اللي انت بتقولها. انا عايز اعرف عديتها ازاي ورجعت منها ازاي نفسيا بقى؟ يعني اكيد كل يوم كنت بتفكر مع نفسك انا هعمل ايه دلوقتي غير الجمباز؟ انا شويه كنت في اوضتي بس، شويه كنت خلاص ما بتكلمش، وعصبي مش عايز اتكلم في الموضوع ومش عايز افتكر اي حاجه عن الجمباز. الموضوع كان صعب ان انا افتكر حاجه كنت بحبها جدا مش هعرف اعمل منها حاجه تاني، بالذات ان ده انا شايفه ان هو مستقبلي. يعني انا لسه ما خلصتش، ما وصلتش لحاجه من اللي انا عايز اوصل لها، فان هو يخلص قبل ما اوصل لحاجه فما كانتش حاجه كويسه بالنسبه لي. فمامتي كانت كتير ثق في ربنا، هنرجع هنعمل، طب تعالى نشوف دكتور، اروح لدكتور يقول لي لا مش هترجع، شكرا امشي تاني ارجع اقعد في الاوضه. فالموضوع كان هو نفسيا كان صعب قوي بصراحه، كان اصعب حاجه نفسيا، لان انا لما نفسيا ابتديت ارجع تاني، هي مامتي اللي تعبت معايا جدا في الموضوع ده، تعبت معايا جدا في الموضوع ده بصراحه. ابتديت تاني ارجع خلاص انا هتمرن، حتى وانا موجوع حتى وانا بعمل ابتديت اتاهل والدنيا يشوفها اللي هي خلاص لا في احتمال ان احنا نرجع. فالصراحه لولا وجود ربنا ثم مامتي كان زمان الموضوع. طب ممكن ممكن بقى وانت قاعد كده وعمال تقول مامتي وهي اللي ساعدتني وهي اللي دعمتني، توجه لها رساله يعني مش عارف من قلبك؟ ها من قلبك. ما فيش كلام يقدر يوصف اللي في قلبي ليها بصراحه، بس يعني مش عارف اشكرها ازاي، بس انا بحبك كتير يا حبيبي. شكرا. فظيع حبيبتي مامتي، ربنا يخليها لك يا رب يا رب. طيب عايزه اعرف منك ايه اهم واصعب بطولات شاركت فيها وايه اقربهم لقلبك؟ اقربهم لقلبي بطوله البحر المتوسط اللي فاتت، اللي من كام شهر، شهر 6 اللي فات دي، اقربهم لقلبي لان دي كانت تقريبا حسيت ان انا عملت فيها اكبر انجاز، ان انا عرفت ابين مصر بلدنا قدام ناس تقيله صح. يعني الحمد لله كان مستوايا كويس فيها جدا،
التكيش فيها كان كويس جدا، عرفت ابين مصر قويه، فدي حاجه الصراحه بسطتني جدا. والانجاز التاريخي بالنسبه لنا كلنا ان احنا طلعنا الفريق ال 15 على العالم في بطوله العالم اللي من كام شهر، شهر 9 اللي فات. ده انجاز ما حصلش قبل كده. احنا قريبين جدا ان احنا نتاهل اولمبياد فريق، دي اول مره تحصل لفريق عربي او افريقي عموما ان هو يعمل كده. والانجاز اللي احنا عملناه ده انجاز في حد ذاته تاريخي، انك تبقى من احسن 15 فريق في العالم طبعا وصد 98 فريق. الموضوع صعب جدا جدا وتعبنا له كتير بصراحه. فدول اكتر انجازين مهمين بالنسبه لي. اقرب البطولات لقلبي كان ايه السؤال التاني؟ اصعب المشاركات، البطولات اللي شاركت فيها واقربهم لقلبك. اصعب المشاركات البطوله الافريقيه المؤهله، دي كانت صعبه جدا نفسيا، حتى ان هو الغلطه بفوره في الجمباز وجمباز التجهيزه، فحتى لو اشتغلت جهاز كويس لازم افضل ملتزم بتركيزي من الاول للاخر. دي كانت دي اللي خدت فيها دهب. دي اللي خدت فيها دهب. وتاني بطوله العربيه اللي فاتت من كام شهر كانت في الجزائر، في نفس دوله، في نفس الصاله بتاعت البحر المتوسط. كابتن جمال مطر المدير الفني والمدرب بتاع المنتخب اللي طلع معايا الاولمبياد كان بيقول لك ايه في الصوره كويسه جدا. نعم كان بيقول لك ايه فاكر؟ كان بيقول لي اطلع جمع عشان تبقى نفسيا مرتاح للحركه اللي هتطلعها في البطوله، عشان الحركه دي كنت دايما بقع فيها. الحركه دي ضيعت مني ميداليه اللي هو بيتكلم فيها دي في البحر المتوسط. وكان بياكد لي عليها. ايه اصعب جهاز بالنسبه لك في الجمباز؟ اصعب جهاز هو حصان حلق اكيد، ما بعتلوش صور عشان مش بحبه. ده منتصر اول افريقيا اللي فاتت. انا عارفاه. عملت معاه انترفيو قبل كده. يعني وصاحبي من واحنا صغيرين جدا بقى، ده الفريق بتاعي. ودي البطوله العربيه في وهران في نفس الصاله بتاعه البحر المتوسط. بس يا سلام. حاجه كده دعايه لبطوله العالم. حلوه قوي. بس دي في افريقيا برضه؟ في افريقيا اللي فاتت. دي كانت الميداليه الثالثه تقريبا، الذهب اللي جابها. انت هنا شبه اسمه ايه اللعيب بتاع البرازيل ده؟ نيمار ولا ايه؟ فينيسيوس؟ مش فاكره اسمه، افتكر اسمه بعد الهوا. تاني اسمر. لا 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 واحد تاني. بعد افريقيا ايه بقى البطولات بالنسبه لك اصعب منها؟ بعد افريقيا اللي كانت صعبه زي ما قلنا بحر متوسط، الاولمبياد كانت بالنسبه لي صعبه جدا، كانت في فتره كمان شويه مش احسن حاجه، كنا راجعين من كورونا وانك تجلس في الجمباز فتره كبيره الموضوع صعب. طبعا. وحاليا داخلين تاني على بطولات صابه، خلاص كمان البدايه كمان شهر تقريبا عندنا سلسله بطولات كبيره. لسه كنا لاعبين الجمهوريه من شهر. الحمد لله جبنا اول فريق واول فرد عام وكذا ميداليه كويسه الحمد لله. النادي الاهلي اللي جايين كلهم باسم المنتخب باذن الله. بدايتنا بطوله في المانيا كمان شهر بالظبط ان شاء الله. هنطلع بقى بعديها على الدوحه وبعديها على اذربيجان ورا بعض بقى بطولات كده. شايف فرصتك ازاي بقى في تاهل الاولمبياد باريس؟ هي البطوله المؤهله التاهيل بدايته من السنه دي. احنا كل واحد فينا بياخد طريق غير التاني في التاهيل. في ناس لعيبه اجهزه، في ناس لعيبه فرد عام، وناس لعيبه فريق. احنا حاليا فرصتنا في الفريق اخر السنه ان شاء الله قريبه، مش مستحيله، صعبه بس مش مستحيله ان شاء الله. احنا شغالين على ده. فرصتنا في الفردي كمان من نفس البطوله مش مستحيله، صعبه بس مش مستحيله برضو. واخيرا البطوله الافريقيه، بس دي لسه السنه الجديده ان شاء الله. فاحنا في اللي قدامنا دلوقتي لازم نثبت نفسنا في البطولات اللي جايه دي عشان مصر تتعرف، اسمك يتعرف، يبتدي يسهل عليك الامور شويه على اخر السنه في البطوله المؤهله ان شاء الله. يا عمر باذن الله. ازاي ممكن الجمباز يحقق انتشار اوسع في مصر ويكون للعيبه اكتر وجماهير اكتر من وجهه نظرك؟ هو الفتره دي الجمباز منتشر عن الاول بكتير. صح. بكتير جدا جدا. في كميه نوادي واكاديميات فتحت، البطولات فيها كميه ناس كتيره جدا، حتى بطوله الجمهوريه نفسها شكلها مختلف قوي عن الباقي. يعني احنا زمان كنا ممكن نلعب بطوله الجمهوريه في صاله تمرين عاديه فيها سفنجه ومش عارف ايه، دلوقتي في استاد بيتحجز بيتفرش باجهزه اللي احنا بنلعب عليها كاسات العالم العالميه، بنلعب على بطوله الجمهوريه. فالموضوع مختلف جدا في الجمباز دلوقتي. معرفته كمان الناس عارفه يعني ايه جمباز، زمان الناس ما كانتش تعرف يعني ايه جمباز اصلا، فدي حاجه كويسه. انا شايف انك الموضوع ينتشر، انت كلاعب ليك دور والاتحاد ليه دور. الاتحاد قايم بدوره بيدعم اللعيبه عشان تعرف تسمع بره،
لما الناس تسمعنا بره هتبتدي في جمباز، في لعيبه، في ميداليات، في حاجات كويسه بتحصل. ايه الجمباز ده؟ الناس هتبتدي تعرف، هتبتدي تروح على الجمباز على طول. صح عمر، انت نورتنا وبتمنى لك كل التوفيق. شكرا. موعدك ان شاء الله اول ما ترجع من باريس كده بميداليه هتبقى قاعد على نفس الكنبه دي. باذن الله ان شاء الله. للاسف خلصت فقرتنا، هنروح دلوقتي فاصل سريع ونرجع تاني لحضرتك.